غياب الغياب غياب بعض الحقوق الاساسيه وبعض الحريات الاساسيه. لن احدثكم عن حق المساواه، حق المساواه بين المراه والرجل. هذه مساله غايه في المساواه، ووافق على ذلك ايضا الديمقراطيون، الكتله الديمقراطيه والنواب والمعارضه والكل وافقوا على ذلك. وقالوا أن بعض منهم حاول أن يبرر المسألة بوجود الفصل الخامس يحكي على المساواة بين المواطنين والمواطنات أمام القانون. يقول كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز. هذا الفصل لا يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، هذا الفصل يتعلق بالمساواة بين المواطنين بشكل عام أمام القانون. يعني حتى الفرنسا كل نساء ورجال وكبار وصغار نقف من القانون نفس الوقت، يقف القانون منا نفس المسافة، على نفس المسافة. ولكن أين هي المساواة في القانون بين النساء والرجال؟ لأن المساواة بين النساء والرجال ليست مساواة أمام القانون، هي مساواة في القانون. قالوا في الاختلاف بين المساواة والتكامل. الخيار مشهور فيه. العقد ما فماش تكامل، اتنحت ولا في شيء. لكن اتنحت معها المساواة. يعني التكامل شرع المساواة. جاء ما نعرفش منين جاء، هز المساواة وراح. وقال بلاش.